عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. خلال هذا الاجتماع أكد مدبولي حرص الدولة المستمر على متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، هذا وقد تناول الاجتماع أهمية المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من أدوية مشتقات البلازما وتوفير العملة الصعبة وصولا إلى تصنيع الدوائي لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية.